أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحتكم فيما يصدر الآن من بعض ما يبث في بعض القنوات بأنه تكلم شخص في المنام وأخبر بأن الساعة ستأتي في وقت كذا وحدد ذلك الوقت؟ هذا من التدجيل والكذب، والآن أصبحت هذه الوسائل تستخدم لبث الشرور والتدجيل والسحر والكهانة في الجوالات، في الفضائيات، في الإنترنت. فعلى المسلمين أنهم يحذرون من هذه الشائعات وهذه التدجيلات. نعم.